يما كلنا فينا العلم. كنا بنقول ايه بقى؟ قول ايه يا دكتور؟ نسيتني؟ انا طلعت. طلعت يا دكتور اللي جالك من طرف الواد ميشو. ميشو ميشو انت اللي جايب زبون مريض جديد. ايوه انا اللي جايب مريض جديد. اسم الله عليك يا دكتور. وطبعا عارف النظام بتاعنا، مفيش حاجه بتخش جيبي، كله لمركز ابحاث المستشفى وبيراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات. يا دكتور يا دكتور انا كل اصحابي زباينك هنا، انا عارف كل حاجه، ما تقلقش انت. اسعار زادت شويه يا دكتور. بقول لك ولا يهمك. فيها يا دكتوره؟ بص يا دكتور، الضحيه اللي انا بكلمك عليها دي مش انا اللي مسلمها، دي مراته هي اللي مسلماها، والوليه دي متريشه قوي تدفع فيه اي حاجه. بس انت لازم تكون فاهم حاجه كويس قوي يا دكتور. خير؟ الواد ده هيحور عليك. اسمع، هيحور عليك، هيقول لك خرجني بقى ويلغيك في فلوس، ان هو يديك فلوس كتير ويظبطك كل الشغل ده، انت عارفه يا دكتور. هو هيحور يعني؟ اه. وانا هدور. الكلام ده ما ياكلش يا حلاوه. المصحه عندنا هنا مش مجرد علاج، دي تجربه حياه مع عوض الدقاق. حياه؟ ايه ده يا دكتور؟ ده كده دقاق؟ هو ده الدكتور؟ ما كان لابس البلطو العادي. يا دكتور ادي واحده وادي الثانيه. ده مش كتير؟ دي مش بتعزيه؟ قوي. لا لا حط. مش هيحصل له حاجه؟ لا لا خالص. الله يرحمك يا زكريا. ما توترونيش بجد. كده هينام نوم التنين. زكريا ازيك؟ عامل ايه؟ مش عوايدك يعني تتصل بيا وتقولي لي تعالى؟ انت حتى مش طايقاني. ليه بتقول كده؟ احنا مش اهل. اتفضل. مين دول؟ دول اصحابي عاملين حفله كده صغيره، قلت اعزمك عشان نرجع ايام زمان ونرجع اصحاب. غلطت يعني؟ مش مستريح لك يا ياسمين. لو اي طيب. خالد زكريا انشنطن. طول عمرك حربايه يا ياسمين. ياسمين. طيب يلا امسك ده كيسي. اصلا امسك كاس من اهو، مش عارف داخل تاخد كيسي برضه. لو اي تشرب كاس. معاك ازازة كبيرة. ما تشغليها مزيكا خير. عينيا. ربنا يهيصها. منور يا زكريا. صحتك طيب. انت مين؟ انا ماجد. ماجد مين؟ ماجد عبد العليم. شاعر. ماجد وشاعر؟ زبون جديد يعني. عارف بتفكرني بنفسي من 10 سنين، كنت عايل ورور زيك كده، طول بعرض. اتعرفت على ياسمين، احلى ست في الدنيا، وادي اخرتها. زي ما انت شايف. يا حاسس دماغي طيرت. ايه ده ايه ده؟ انت حطالي مناوم؟ حطالي مناوم؟ عاملين عليا كمين؟ عايزه مني ايه اكتر من اللي عملتيه فيا؟ عايزه تموتيني؟ لا انا اللي هموتها. جتان ليه خالد؟ ليه؟
شغال. ما ماتش ما ماتش ما تخافش. لا يا ماجد لا انا ما بفتحش معاكم على كده. لا لا يا جماعه مفيش. اهدي اهدي مفيش حاجه. لؤي اتصل بتاعك تشوفه فين. شوف اهدي اهدي بقى. هلو ايوه طلعت انت فين؟ تعال الجد تعال اهو مقفر اهو. شهد شهد. خربيت ابو المخطره اهو. كده يا ياسمين بتبيعيني يا ياسمين يا عم شهد. ماشي ماشي يا ياسمين ماشي. خلاص اهدي بقى اهدي اهدي خلاص اهدي 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 مفيش حاجه اهدي. انا هجيب لك الفلوس. هتيجي معايا انت قلتي انك جايه. لا لازم انت قلتي انك عايزه تتاكدي. يلا يلا خشي هات الورقه والفلوس وتعالي. ها ما تنسيش الورقه. ما قلنا بلاش مد ايدين بقى. قلت لك تعبان. مالك يا بت؟ ما انت جاي تعملي ايه؟ وري استوحي ايه؟ لا يا باشا حقك عليا يا باشا. بس فين يا باشا حقك عليا؟ غور يا بت زوزو حقك عليا يا باشا. ده محلك يا باشا محل صحه فيا انا باشا. تنزلي ويسك هنا للباشا على حساب محل مش هتشوفها تاني يا باشا. بس فين يا باشا؟ ما تقلقش انا همنجيهم. ايوه كده صحه فيا تاني يا باشا. بقول لك ايه انا مش بحب الراجل ده. ايدي طويله وبعدين انا مودي وحش. مودك مودك ده هناك عند امك. انما هنا المام واكل العيش. عاجبك عاجبك مش عاجبك غوري في 60 داهية. انت على طول بياع كيتا. انا عارف ايه اللي ملخبط حالك يا خايبة. ما تعلقيش في حبال دايبة وشوفي شغلك. باشا زي اللي انت زعلتيه منك ده. لو انت بنت صايعة بصحيح كنت بلفتيه. خد سمر السنة اللي فاتت غير لها حياتها. مش نازلي من زوق يغور هو وفلوس. انا مزاجي في حاجة تانية. طب اختفي من قدامي دلوقتي مش عايز اشوف وشك في الصاله لحد ما يمشي. احسن برضه. ايه يا جماعه الطريق الضلمه المرعب ده؟ ماجد انا خايفه. ما تخافيش انا معاكي. في ايه اهدي. احنا هنوصل ميت. خلاص يا معلم قربنا. هنا قريب اهو. بقول لك ايه يا ست الستات؟ المستشفيات الكبيره اللي قدام حضرتك دي. أني واحدة؟ ايه اللي قدامك اهي. بس اهو اهو بس الكنينة هنا. ألف حمد لله على السلامة. ماجد أنا طبعا مش هنزل معاكم. زمان زكريا فاق ولو شافني هيوديني في داهية هيعمل فيا حاجة. لا طبعا لا لازم تنزلي بنفسك. الله مين هديهم الورق ومين هيس ايه اتفقنا ايه؟ تيجي تطمني. يلا يلا طلع تلاقيش انا معاك. خدي الورقة. رموا هنا على مطلة. طب طيروا انت. دوركم خلص. ماجد انا عايز امشي من هنا بسرعة. بس ايدك. هانت هانت ما تلاقيش. ده بقى دكتور استلموه بقى وخلصوا. اخلص. ايه ده؟ ايه ده؟ اديله يا شباب. اديله يا شباب. هموتك يا اسمينة. هموتك. خلاص اهدي بقى اهدي اهدي ده عيل بق اهدي. بعدين العيال هيعملوا معاه الصح. بدت تتحبس خلاص اعتبريه هنا كده في معتقل. ادينا العيال هنا مسيطرين سيطره تامه. مش قادر يا ماجد مش قادر. ايه ده؟ خلاص بقى اهدي. ايه ده؟ اهدي معلش اهدي اهدي بقى. الله 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 فيها نجمه. انت قلت ليه الدكتور جوه يا نجمه؟ مضيت على دخوله وقلت له على البلاوي اللي كان بيعملها بسبب الزفت اللي كان بيتعطاه. مش قادرة ست اخيرا خلصت منه. خلاص اهدي بقى ماجد عشان خاطر يلا نمشي من هنا. طيب استني بس نمشي ايه؟ مش هينفع تسوق انت كده. ما تاخدش طول انت. ايه؟ يلا انا ما بعرفش اسوق. خد يا خالد. ما بعرفش اسوق. طلعت امسك سوق انت. اوتوماتيك دي؟ ماشي ماشي يلا يلا. طيب اهدي اهدي.